اللي اقبلت بنت سلاطين تختال فزوا لها ثم رحبوا في لفاها أم العروس النادرة زين وخصال أم فهد أخت القمر في ضياها اللي أقبلت بنت السلاطين تختار فقط محصرية يا عالم انتظار بين الافعال نفرش لك الورد الطبيعي الشهر اليوم فهد طلب اشرح الباب يلي وصفك فارق عن سواها زينك طبيعي والحلا ما لها مثال الراس تزيد ساحرة في حلاها وانت الكريم اهل لك اطلب منها الطب والاخلاق واصفك حواها وانت امر بنت شيخان كشف ناصيل وطيب الفال شيخ القبيل اللي بذلوا الانتباه مبروك يا ايمان باشعر تنقال فرحت فيها الليلة منال العدا يشمل عروسه زاهية بعد بالاقصى عسى السعادة فالقال بك عساها ايمان اميرها شيخة جيال شيخة بنت شيوخ دايع نفاها كانك غزال الفيضة زين تختار الحلا مضرب امثال يا بخت قلب العمر العبها الاصيل ابوك فوزان ولذكر لازال طيب وكرم بخصال وحصيه واخوانك احزابك على الاستوديو تقريب الخليج على الاستوديو طيب سيره كبيره اسم مملكه في عالم الزبات كلمه وسبعه انعام منهر وفيها اميرات وبنات ومرا عروس شيخه يستاهل كثيرة وختامها يسعد كرام بكل حال ودم افراح الحياة وهناها 5 6 6 9 2 4 8 7 او استوديو اقليم الخليج.